ثلاثة أشهر كافية لأبو صلاح لعلاج الطفل حذيفة الذي جاء إلى هذه الحياة ومعه تشوه خلقي، حيث تمكن أبو صلاح من علاج الطفل عن طريق ما يسمى الطب الرياضي الكوري أو السوكي، ليستطيع حذيفة من بعدها المشي على قدميه. الطفل حذيفة فوجد نفسه كما ترى مشوه خلقيا، والعاهة التي يعاني منها في ساقي، تمام، الكف القفزاء، وعندي تشوه في الكاحل هون، الكعبين تشوه، وبالكعبوري عندي العصب هون قصير. طبعا بالطب الحديث بنعمل له عمليات بيطول هذا العصب، بيستطيع السير بحول الله تعالى. فنحن هون عملنا بدائي اللي هو الطب الرياضي الكوري طريقة السوكي، فبنحاول نحن نمط قدر الإمكان العصب. في ظل ازدياد حالات البتر جراء استهداف النظام للغوطة الشرقية وصعوبة تأمين الأطراف الصناعية الحديثة، عمل أبو صلاح على تفصيل أطراف صناعية من مواد الخردة، ولم يقتصر عمله على صناعة الأطراف الصناعية فقط، بل شرع بصناعة أجهزة الشلل وأجهزة هبوط القدم وأجهزة تثبيت الأيدي، إضافة للعكاكيز والوكرات. لاحظنا أن هناك في شريحة من المواطنين قد تعرضوا لبتر أطرافهم ولم يجدوا لهم من يقوم بخدمتهم، وتخلى أصحاب المسؤولية عن مسؤولياتهم، فأصبح لزاما علينا وواجبا علينا أن نقوم نحن بواجبنا وبمهامنا. وعندي الإمكانية بفضل الله عز وجل والخبرة بالصناعة. ينهي أبو صلاح عمله في ورشة تصنيع الأطراف الصناعية، ويتوجه بعدها إلى عيادته التي أعدها سابقا للطب الرياضي، حيث يتوافد أناس كثر أغلبهم من مدن وبلدات الغوطة الشرقية للعلاج من آلام الظهر والمفاصل التي أصابتهم. ربما هذه المواد عند الكثيرين هي عبارة عن مواد خرضة لا فائدة منها، لكنها عند أبو صلاح لها فائدة كبيرة، فمن خلالها تمكن من تصنيع أطراف صناعية وتركيبها لأشخاص فقدوا أطرافهم خلال قصف النظام. يمان السيد، أورينت نيوز، ريفو دمشق.